سنرفعه إلى المولى عز وجل ونرجو منه سبحانه أن يتقبله منا، فبإذن من أمير المؤمنين نصره الله تقام هذه الجنازة وتشيع جثة هذا الشاب الذي شاء الله تعالى وقدر أن يلتحق بالرفيق الأعلى في حادث الطائرة المعلوم. ولا نزكي على الله أحدا، فإنه إن شاء الله من الذين سيتقبلهم الله عنده من الشهداء، لأنه أولا قد توفي في الجو، وثانيا على أنه شاب نشأ في طاعة الله، ونحن نحسن الظن بالله كما نحسن الظن بعباده المؤمنين، وثالثا على أنه شاب مقبل بزواج جديد، ورابعا وهو المهم على أنه قد توفي
في هذا الحادث الفجائي، والموت الفجائي يجعل صاحبه من الذين يثبتهم الله. ثم إن الذي يثبته الله تعالى على كلمة لا إله إلا الله وتكون آخره، سيكون إن شاء الله من عداد الشهداء، ونرجو له خيرا. والعبرة التي نأخذها من هذا الشاب هي أننا لا ندري متى الرحيل، فكلنا سيرحل، ولكن متى؟ هذا هو المشكل. ولذلك علينا بالتوبة، وعلينا بالاعتبار، خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان، شهر التوبة والغفران. مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، فمن كانت منيته بأرض قوم فليس يموت بأرض سواها. وندعو الله تعالى أن يتقبل عنده هذا الشاب. آمين. اللهم تقبله عندك من الشهداء. آمين. اللهم تقبله عندك من الشهداء. آمين. اللهم اغفر له وارحمه. آمين. اللهم يمن كتابه. آمين. اللهم يسر حسابه. آمين. اللهم اغسل ذنوبه بالماء والثلج والبرد. آمين. اللهم افسح له في قبره. آمين. ونور له فيه. آمين. اللهم انفعه بعمله الصالح. آمين. زوجته كذلك التي ماتت في نفس الحادثة، اللهم اغفر لهما وارحمهما. آمين. اللهم اجمعهما في جنة النعيم. آمين. اللهم اجمعهما عندك في جنة النعيم. آمين. مع حور العين. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. يا رب العالمين. آمين. الأهل ديالو والأولاد ديالو والأهل ديالو والإخوان ديالو والأصهار ديالو كلهم، اللهم صلوا الصورة والسلوان. اللهم اغفر له مرحبهم. اللهم اغفر له مرحبهم. هذا الشاب والزوجة ديالو اللهم ادخلهم على المقابر بالرحمات. اللهم ادخلهم على المقابر بالرحمات. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Спасибо.